أن تكون أستاذاً جامعياً فهذا يعني أنك في مكانة مرموقة وقدوة في المجتمع، ولكن أستاذ هذه القصة بدلاً من أن يكون مصدر ثقة تحول لمصدر أذى واستغلال لطلابه. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتداول فيديوهات وصور فاضحة تظهر عميدة إحدى الكليات في جامعة البصرة في أوضاع مخلة مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات بعد استغلال منصبه في ذلك. عماد شعلان الشاوي هو عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، هو المتهم بابتزاز الطالبات واستغلالهن جنسياً مقابل الحصول على معدلات ليتأهلن للشهادة الجامعية. أما بحسب وسائل إعلام عراقية، الشاوي كان يتقصد تصوير الفتيات وبعدها يرسل لهن الفيديوهات ويهدد بنشر الفيديو في حال عدم الحضور لمكتبه مرة أخرى. هذا الأمر مشاهدينا وصل إلى الحكومة، وطبعا وزارة التعليم العالي العراقية دخلت بالموضوع وقالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد. ليس هذا فقط، ولكنها قررت سحب يد العميد من منصبه. أيضا حالات التحرش الجنسي في العراق زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبحسب تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان في عام 2022 تم الكشف عن حالات تحرش مرعبة في مستشفيات وجامعات. أيضا تم ابتزاز أو مساومة النساء بالجنس مقابل العلاج والدراسة والعمل.